ليلى استني، اهدي اهدي. انت ازاي يا استاذه تدخلي مكتب مدير المستشفى بالشكل ده؟ لما يبقى مدير المستشفى قاعد في التكييف ومش عارف ايه اللي بيحصل بره يبقى ما يستاهلش اصلا يبقى مديرها. طريقتك واسلوبك مش مقبولين. اوعي تفتكري نفسك حاله بتولد هنا وهتمشي. انت موظفه في المستشفى وانا مديرك. هتبقى مديري السابق، اقسم بالله لا تبقى مديري السابق لو ما ابني ظهر دلوقتي حالا. انا مش فاهم انت بتتكلمي على ايه. وانت كمان مش عارف انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ابني اللي اتخطف من هنا من المستشفى اللي انت مديرها. اتخطف؟ ازاي الكلام ده؟ انت بتسالني انا ازاي؟ المفروض انا اللي اسالك. انا بشتغل في المستشفى دي من سنين، اتولد فيها اطفال ما نقدرش نعدهم، عمره ما حصل فيها حاله زي كده، ويوم ما يحصل يحصل معايا انا ليه؟ اشمعنى ابني؟ اكيد ده اتدبر، اكيد هتخطط للي حصل ده. فين الست هانم اللي ضيعت حفيدي زي ما ضيعت ابني؟ انتوا مين انتوا كمان؟ هو الكلام اللي احنا سمعناه بره ده صحيح؟ سمعتوا ايه؟ الممرضات بيتكلموا عن حفيدي اللي اتخطف، مش بعيد تكون الست هانم هي اللي مدبره الحكايه دي عشان تبعدوا عن حضني. بقول لحضرتك ايه؟ انا من يوم ما عرفت ابنك وانا بتحمل كم تجاوزات مش طبيعي، مره عشان ابنك ومره عشان حضرتك في سن ابويا، لكن لحد هنا وكفايه، كفايه بجد. انا بتعامل زي الفرخه المذبوحه ب100 سكينه تلمع. خلصت يا هانم وصلت الردح بتاعتك يا محترمه؟ عموما انا مش هتكلم دلوقتي. كل اللي يهمني اعرف حفيدي اتخطف ازاي وراح فين. انا مش مجبره اني اسمع كل الكلام ده منك. وبعدين ما تفكر كده، ليه ما تكونش انت اللي خطفه؟ ها؟ ما انت هتموت وتنتقم مني من يوم ما اتجوزت ايمن، او من يوم ما خطفته زي ما انت بتقول. صدقني عيب عليكي، انت تلزمي حدودك وانت بتتكلمي مع ابويا، وبعدين ما تطرمخيش على الموضوع الاصلي، ابننا اللي اتخطف ده مسؤوليتك زي ما هو مسؤوليه المستشفى بالظبط. يا جماعه مش كده، ارجوكم بهدوء عشان ده لمصلحتنا دلوقتي. انا شايفه بصراحه ان احنا نبلغ البوليس وهو اللي يتصرف. لو النبي، لو النبي امانه البوليس ايه؟ لا انا خايفه اللي خاطفين ابني دول لما يعرفوا ان بلغت البوليس يزوه. وانا رايي من راي الاستاذه ليلى، بلاش البوليس عشان سمعه المستشفى ما تتضرش بسبب موضوع زي ده. يا سلام، هو كل اللي فارق مع حضرتك سمعه المستشفى؟ يا سيدي انا يهمني الطفل يرجع بس ما يبقاش خطف وخراب ديار. خلاص يبقى تساعدني ان انا اوصل لابني بدل ما تربعها على الكل. يا استاذه شوفي الطريقه اللي حضرتك عايزاني اساعدك بيها وانا تحت امرك. انا عايز اشوف كاميرات المراقبه دلوقتي حالا. مفيش أي حركة غريبة حصلت قدام الحضانة في التوقيت اللي بتقول عليه ده. دي ممرضة لابسة كام؟ دي واقفة عمالة تتلفت حواليها وداخلة على الحضانة. هات كاميرا الحضانة بسرعة والنبي. حاضر. إيه ده؟ دي بتاخد حمزة. ابني ابني. شها مش واضح بس دي لابسة لبس ممرضات. دي أكيد واحدة من المستشفى. وحد دفع لها. مش ممكن تكون ممرضة عندنا، تابعها يا ابني. حاضر. للأسف مش موجودة على ولا كاميرا. أنا عايز أعرف مين دي دلوقتي حالا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.